احنا من جاي نفدكوا لهنا جايين نخدموا لي ديكلاراسيون دونك القاو حل باش نفهموا الملاعب اش قاعد يحكي. هو قال انا نحكي بالديالكت نتاعنا التونسي والمصريه في الترجمه قالت انا ما نفهمش بالتونسي. دونك ولات سياح وعياط وبرش علمين توانسه قالوا هذاك هو وكان عجبكم يا اخي. هما هدوا من شيرتهم هما السنغاليين باش كي يجي اليو سي سي يتكلم بال عندهم ديالكت يسميه الولف وانتريك كومسا الحاصل حاجه لوكال سنغاليه. في الاخر قلنا لهم اذا كان يحبوا يتكلموا بالديالكت نتاعهم يتكلموا بالديالكت نتاعهم مش حتى مشكله. دونك في الاخر بالكل تلمت الحكايه وتوتفاسون الاكثر واحد خذا البارول هو السيليكسيونور انا جيريس. وكان تحب نحكيو على شنو اللي قال انا جيريس. مرحبا مرحبا. اي بيان سور اعطينا اهم ما قاله جيريس وكيف شنو قال الخليفه. الخليفه قال ان شاء الله نعملوا خير من الماتش هذا اذا كان نكونوا احسن ابليكاسيون واكثر كونسنتراسيون كل فماش علاش باش نخافوا من السنغال. حظوظنا وافره ما قالش احنا فافوري ولا اوتسايدر مي الحظوظ متساويه براتيكمون ما بين لي دوز ايكيب. انا جيريس قال انا نعرف السنغالي ودربت منهم برشا قبل وقال تنبأت بمستقبل برشا منهم نوتامون اليو سي سي وقال وقت اللي تنبأت بالمستقبل نتاعو طلعت في الاخر مانيش غالط في حساباتي والناس الكل قاعده تشوف اليو سي سي في شو اسمه في ساديو ماني فاش قاعد يعمل. قال تويك في النصف النهائي ما عادش فما فافوري وما عادش فما اوتسايدر الناس كل حظوظها متساويه تبقى اون فايتيليزي لارجومون برانسيبال نتاعنا اللي هو لا ريغور تكتيك لا ريغور تكتيك لابليكاسيون على خاطر اذا كان باش نهزوا الماتش للكومبا فيزيك وللاتليتيزم ما عندناش اون بو با جيري ايكيب كيما السنغال. وقال تويكا نو سوم لا غراس ا نوتر ميريت حتى حد مهدلنا حتى شيء وراهو وهالنصف النهائي هذايا راهو ماهو سي با ان بوان داريفي يعني الجوالات مازالوا جيعانين مازالوا يحبوا يقدموا وان شاء الله ان شاء الله الكسب نتاعو يترجم على الميدان غدوه قدام السنغال ان شاء الله. باهي بالنسبه للنادي الصحفيه نتاع السنغال شنو اهم ما قالوا اليو سي سي؟ والله فما حاجه كي نزافر بي السلام في النادي الصحفيه نتاع السنغال في لا كويزيون ما بين لو سيليكسيونور والجوالات على خاطر اليو سي سي فما جوالات تويكا يلعبوا في السنغال لعب معهم قبل في السيليكسيون اولمبيك. إلي بروش برشا معناها تحس ليا فو او دلا دو اونترينور ايراني في ملاعبيه. تحس إلي معناها فما دي رابور هيومان تري ديفلوبي ما بيناتهم وهذا خالق نوع من اللحمة ما بين ستاب تكنيك وجوارات اللي امون افي انا واحد من نحكي لها ستاب افي بيرسونيل سي لاسبي كي ما لو بلوس فرابي في الحكايه على خاطر اللي يعرف كوره واللي دخل في الكوره كل يعرف اللي لو كوتي ما في دي مومون كيما هكا في دي كومبيتيسيون بالامبورتونس هذيا راهو ينجم يكون عنده دفع كبير للملاعبيه اللي البوف سو ساكريفي للسيليكسيونور نتاعهم. صحيح. ما نعرفش كان الميساج نتاع لا واضح هاي صحيح. فوالا سي سا سو كي هذه هي اكثر الباقي كل تكنيك فيزيك وكل كيما قلنا في ديستات كيما هكا ما عادش عندها برشا قيمه الحكايه. اما هالكويزيون هذه اللحمه هذه كل يظهر لي باش تلعب دور كبير كونتر بالنسبه للسينيغال كونتر تونس. بالنسبة لمنتخبنا شنو هي آخر الأخبار اليوم اللي في مصر؟ منتخبنا توبا بيا معناها ما حتى غايلين بون فافوار من بعد يترينيو هما دون دوزور في خمسة مصر ستة بوقت تونس هكا خمسة بوقت تونس غايلين البارح قعد في لي سوا عنده ديمود في الركبة. دكتور شملي اتصلنا به بطريقتنا قال راهو الاستاذ ميديكال سامحني قاعد يخدم باش يحاول الماكسيموم بوسيبل يمنع البارتيسيباسيون نتاعو كونتر السنغال خاطر ماك تعرف غيلان بالفيكري نتاعو مع الاسبيرونس ولا مع ليكيب ناسيونال يسرا تري زوتيل في الميليو. معناها مازال مش مؤكد وجوده ولا جوسكا مانتنو البارح ما تراناش خاطر شفت تصريح الدكتور شملي قال لاباس معناها احنا كي اتصلنا به البارح قال راهو ستاف ميديكال باش يعمل كل ما في وسعه باش غيلان يكون اوبيراسيونيل. اذا كان اليوم غيلان ترانا حكايه اذا كان اليوم ما تراناش فالحكايه اخرى.
معناها من هنا سيونس دونترينمون نفهموا اسكو باش يكون موجود ولا من اذا كان لعب في سيونس دونترينمون نجم نقول لك اللي لو تريو في الميليو يصير لو ميم كو فاس مدغشقر معناها غيلان الياس وفرجاني اذا كان ما تريناش غيلان نجم نشوفوا 99% عواضي غدوة في التشكيل. باهي انت مادامك بديت تحكي على التشكيله اسكو بديت توضح الملامح نتاعها الا مازال شوي الملامح سلام راهو على جيراس عنده امود دو فونكسيونمون كلير على جيراس راه ما يبدلش الجمعيه رابحه بور كو لي شوز سوا كلير بقى اذا كان عنده فورس ماجور كيما بليسور وكل اللي توتا في نورمال باش يدخل تغييرات انا حسب ما نعرف وحسب ما ريت راه سترى لا ميم فورماسيون ا شونجمون بري اللي لعبت مع مدغشقر يعني اونورا معز لوكواتيور التالي نتاع العاده اسامه ياسين كشريدة وديلان بلوس فرجاني غيلان إذا كان لاباس ولياس والقدام أونورا وهبي يوسف وطه ياسين باهي واضح دونك هكا تحدى التشكيلة نتاعك واضحة ما عادش خليك عندك إضافة سليم قبل ما نخدم الإضافة والله فما أخبار مزربة خاطر عمك تعرف بلاد كبيرة ياسر وبابايتر بارتو في مصر وصلتنا اخبار اللي فما دي روتار في الليفول في اللي جايين الديستيناسيون من القاهره من الاول قالوا لنا راهو الفول الاول يهبط ماضي ساعتين ولا ما طلعش نتاع الصباح في مطار القاهره تويكا قاعد نشوف لي ريزو سوسيو اللي سي با فري اللي نتمناوه الكل انه لابور نتاع راهو سي تريز امبورتون راهو يعني الوجود نتاع الديليغاسيون نتاع لي سوبورتير تونيزيان في القاهره راهي مهم ياسر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غزوة الستاد يكون بيان غارني بالتوانسه واللي وراه ديزيجيتيان مره هذه شنو الاجواء في مصر يحكيوا على الماتش قاعدين المصاروا سيرتو ولا شوي شوي المصاروا شوف راهو صارت لهم هكا خيبه امل بعد ليليميناسيون مي يعني صارها كيفاش يقولوا ايزون ريبري لي سبرين تاعهم يعني ما قعدوش سور لو شوك برشا وعندهم الكسانس نتاع الباتريوتيزم خلى انهم يحاولوا دون فاسون دون اوتر يمشيوا جوست كوبو نتاع الكان وينجحوها على كل المستويات في التنظيم الحق مريقلين منظمين ما عندناش حتى 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 مشاكل في الاستاد تحس اللي يحبوا يعبيوا استاد القاهره ولا استاد السلام باي طريقه كانت ونتصور غدوه باش يكون عددهم اكثر برشا من اللي كان في ماتش متغشغر مع المنتخب التونسي ان شاء الله واضح هذيك صحة سليم سليمي على كل هذه التفاصيل مرحبا يا سليم دونك نمشيو بيوب وبعد نواصلوا في كان اكسبريس حتى الاربع متاع العشية الو مصر Mori mu mapani se mudi mawase Kajou de Cologne, pas juste ma Mirko Sarkozy Lisette Angola, l'étoile de la pluie اوه فديت من فاتورة الضوء السخانة يا اخي ما سمعتش انرجي فاميلي تشالنج كان اكسبريس جاي لكم من جديد في كان اكسبريس سليم سليمي كان يحكي على الاجواء اليوم في الاجواء الصحفيه يبدو انها كانت سخونه شويه طارقه ايه سخونه ظهر صارت بروفوكاسيون ياسين شد صحيح باش يحكي بالتونسي وهي مهمتهم هما جماعة التنظيم باش يفهموا اللغة التونسية احنا كي نعملوا كان ولكن نعملوا تظاهرة نفهموا اللغات الكل متفتحين على اللهجات الكل
وظاهر ممكن ياسين كي صار فتاه بروفوكاسيون شد صحيح معناها باش باش يحكي بال باللهجه التونسيه اللي هي صعيبه شويه بطبيعه لجماعه المشرق كله وشمال افريقيا الكل ما يفهموش اللغه التونسيه. الكلام عادي حكي على الفيزيك ألان جيريس حكي قال ما نهزوش الماتش باش يكون يعني اونتر دو زيكيب يعني يتحسم يعني بالامور الفنيه والاتيه البدنيه. قال نعرف ساديو ماني عطاه شويه يعني كلام باهي على ساديو ماني قال انا توقعت بساديو ماني ينجح وشوفوه توا وين وصل. ما فهمش حاجه كبيره بطبيعه الكوزيون اللي حكي عليها هو سليم ما بين اليو سي سي والملاعبين نتاعو. اما نقولوا ان اليو سي سي فماش رضا كبير عليه في السنغال لانه خذا فرصته اكثر من مره باش يهز السنغال التيتر. اذا كان ان شاء الله غدوه احنا نربحوها ونتصور اليو سي سي مش باش يكون مع السنغال في الايامات القادمه. باه تكون كوزيون ما بين الانترنور وملاعبيته. شفناها نجحت في تونس الاكزامبل تاع معين شعباني كيفاش نجح بها في الترجي. مي راهي ماهيش هي كل شيء يعني في 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 مستويات عاليه توا لازم برشا ريغور برشا تكتيك يعني الانترنور لازم يحضر روحه لازم يتغلب على الزادفيرسير نتاعو بامور اخرى. سي فري باه كوزيون باه الجو الباهي مي راهو فما حاجات تاع سيرتو تكتيك في النيفو العالي هذا نحكيو على دومي فينال طبعا معناها انا نسمي عركة ما بين زوز مدربين على المستوى التكتيكي شكون مش يربحها. شفنا غرناترور تاع ريجيريا بكل هدوء نتاعو بالاكسبيريونس الكبيره اللي عنده كيفاش يعني بريسك ربح لي زونترنور الكل. مهمه برشا انه احنا ندخلوا في الماتش هذا واحنا عارفين اللي السنغال معناها ماناش اوتسايدير ولا ماناش الفافوري الكلام هذا كله مش موجود مرسو كبير السنغال. باش نلعبوا كونتر السنغال كيفاش باش نلعبوا بنفس ليكيب نفس التكتيك اكيد السنغال ماهيش مدغشقر تشبه شويه ممكن الغانا مي يعني عند الملاعبيه الماتش نستناو تشكيله ولو انه انا نتصور باش نحكيو على التشكيله من بعد نفس الواحد. بالنسبه لغيلان على الاصابه نتاع غيلان ما عنده حتى مشكل مش اصابه فاتيك حبوا يرتحوا ال البريباراتور فيزيك ولا والطاقم الطبي حبوا يرتحوه معناها امور تاع تعبك هو ما عنده حتى اصابه. دونك نستناو مرحبا بطارق ثابت نورنا. اي دونك التحق بينا طارق ثابت اهلا وسهلا بك كوتش نحويتك. مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين. خويا انت جبت لي مع جماعه ثابت لي برشا ما شفتوش ما شاء الله. اي تو كل شفت محمد باتصال نياه زاد على مع بعضنا في الفيسبوك خويا مساء مرحبا بك. هو ثابت فرحت اللي شفته خويا اللي باش شفته يعطيك الصحه خويا كجبت لنا ثابت قهوه خليك ترتاح شويه ترجع نفس ونسال محمد. محمد ظهر لي كنت تسمع في سليم يحكي على الاجواء تنجم تاثر اجواء متوتره هذه قبل المقابله شويه لا ممكن والله انا حبيت ندخل وقت اللي هو يتكلم حبيت نقول له ممكن هذيك استراتيجي مثلا ولينا نعملوا في بروفوكاسيون دي دو بي معناتها من الاول عارفين راكم ضد شكون باش تلعبوا ضد منتخب قوي وهذوما كيما قلت لك المره اللي فاتت فما دي ميساج يتبعثوا عن طريق الملاعبيه عن طريق لي ديكلاراسيون نتاع لي زونترونور شد شويه شحن الاجواء يحب يفايق برشا ناس يقول لهم راه المنتخب التونسي وصل معناتها النصف النهائي راسا لوي ميم معناتها راسا لي جوار دونك نحن موجودين هنا راهو 50 50 باش نلعبوا مباراه متكافئه. صحيح انتم عندكم دي فالور كبار ومعناتها ايكيب كبيره سور تو لي بلان حتى تونس عندها ديما نقولوا عندنا ان جروب عندنا ايكيب رجعت الهويه نتاعها صعيبه باش تتاثر بالحاجات هذوما دونك نجم نكون انا نقول لك طه بمعرفتي ليه معناتها شخصيا يمكن حب يبروفوكي شويه الاجواء من البدايه معناتها راهو فما منتخب جايكم وفما منتخب باش ندخلوا نلعبوا المباراه 50 50 دونك بالنسبه للشيء الاخر اللي يتكلم عليه سور لا ريغور تكتيك اكثر حاجه تهم المنتخب التونسي خاصه ضد المنتخب السنغالي لازمنا نعرفوا خاصه على المستوى الانتشار والتنظيم التكتيكي بالنسبه للمنتخب التونسي لازم يكون نعرفوا كيفاش نقفوا ضد منتخب اللي يحذق الهجمه المركبه وحتى الهجمه السريعه تقريبا الاهداف الكل نتاع المنتخب السنغالي في 4 5 ثواني دو 3 توش دو بال يلقى روح في 18 متر
ويعملوا لا ديفيرونس. دونك لازمنا نردوا بالنا هذاك علاش احكي كما قال طارق باش ما نزيدش نطول على الريغور نتاع نتاع الفيزيك نتاعهم وسيرتو هما ما تعرف لي افريكان ديما قوين علينا في كوستو سو كوستو اذا نهزوا البارتي للحاجات هذيا باش يقلقونا باش يتعبونا. دونك لازمنا نحنا نلعبوا على الامكانيات نتاعنا على المستوى نتاعنا الحاجات الايجابيه اللي في موجوده في المنتخب سيرتو توا رجعت اللحمه بينات الملاعبيه شفنا جرينتا شفنا ردة فعل نتاع الملاعبيه خاصه على المستوى الانضباط التكتيكي في الميدان وهذا هو لازمنا نردوا بينا بالملاعبيه اللي هما عندهم مستوى عالي كيما كايتا كيما سيدو ماني كوليبالي هذا هم لاعبين ينجموا يحثوا الفرق في اي وقت تقريبا يظهر لي ممكن تكون اكبر صفقه مع المدافع كوليبالي تقريبا نحكيوا على 120 مليون يورو للريال مدريد ومازال مش خارج. دونك بالنسبه لموضوع جيريس وسيسي نشوف سيسي قاعد يحب يعمل ممكن هما زاد اولاد حي واحد هو وبالماضي قبل في فرنسا كانوا تقابلوا مع بعضهم تكونوا تقريبا في نفس الحي مع بعضهم بالماضي هو هذا بالماضي اعطى جرينتا وقرب ياسر الملاعبيه علاقته ياسر قويه بهم سيسي تقريبا جايب نفس المونتاليتي نتاعه تعرف الفرنسيس معناتها هو طارق موجود معنا الفرنسيس ما عندهمش الحاجات هذيا اعطيني نعطيك الفالور نتاعك هو اللي دخلك في الميدان زوز مدارس يظهر لي مختلفين ان شاء الله نقولوا حاجه من الاول ان شاء الله جيريس يكمل كما بدا في الدور بعد في المباراه الرابعه معناتها فلسيف مانيش انا باش نقول له شكون اتونجيو نحكيو بعد على التشكيله نكونوا واضحين في التشكيله خاصه باهي ما سمعتش رايك ثابت في اليسار في الكونفيرونس بالنسبه اليسار مع ياسين خنيسي انا بصراحه ما نسميش بروفوكاسيون بوتيتر سو تفاهم خاطر هنا فما ستيل نتاع 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 فيديراسيون فما بون كنت نتمنى يكون تنظيم اكثر هنا فما زيد بوتيتر سمعه بلاد زيد صحيح ياسين الخنيسي عنده الحق يحكي باللغه نتاعو بالعربيه هنا زيد ممكن صار سوء تنظيم من اللجنه اللي صار على تنظيم الكونفيرونس دو بريس نورمالمون كان يوفروا يعني ان تراديكتور او بيان الجامعه التونسيه كانت ممكن زيد توفر هو موجود مترجم اما قالت لك ما يتفهمش باللهجه التونسيه معناها اي كان مستحسن ما يحاول يحكي شويه بالعربيه الفصحى علاش لا ابريتو هي لغتنا هذه دونك نحب نسال طارق ما سمعت بها الحكايه ولا اليوم في الكونفرنس سمعت حتى تو كنت نسمع فيكم هو شنو رايك ياسين كان ينجم يطيح شويه والله يحكي والله لا انا مع ياسين برا فرحت بالعكس وحتى جبد هم الصحفيين تاعهم جبدوا على اللغه نتاعهم اللغه نتاعهم مش معترف بها احنا اللغه العربيه معترف بها صحيح لغتنا مع واضحه في العالم واضحه هم تحشوا بعد احكي لك هم نجموا هم ديجا ما عرفش كان ممكن فهمت بالباهي المشكل المترجمه حب معاك تحكي بالفصحى بالعربيه الفصحى ياسين اختار يحكي بالدارجه التونسيه المترجمه المصريه قالت لك ما يفهمش الدارجه يحكي بالفصحى يحكي له بالفرنسيه معناها ولا شوف الفرنسي ديما راهو شوف اذا كان حتى هي بالنسبه لنحن التوانسه نجموا نحكوا اما لكن التمسك ياسين باللغه هذا عنده هويته وعنده واحد بالكش حتى كما قال انا اتمسك بالحاجه هذه عندي ما نقول عندنا ما نقوله في روحنا كما قال محمد نجم تكون بروفوكاسيون نجم تكون شخصيه نجم تكون حاجه اللي حاب يوري انا عندنا حتى احنا وهرتنا عندنا كاريزما تاعنا عندنا حاجات اللي نجم وتنجم نجم تكون حتى تاثر في الانتوراج كامل وهذيك يعطي لي كونفيونس زاد يعطي كونفيونس انا النجم نقول جاي باش نعرف ايش قاعد نعمل مش معناتها راني باش نغير حاجات على اساس اني باش نعمل معناتها باش نرضي ناس اخرى ينجم يكون انا هذاك هو انا نحكي هكا حبيتوا تفهموا تفهموا حبيتوا تفهموا تفهموش تفهموش هذاك حديثي ويمشي على روحه وكهو فهمت مش حاجه مش حاجه اللي باش نردوا معناتها نردوا منها حاجه كبيره معناتها فهمت كيفاش هذه هي انا سمعتكم تو تحكوا حتى شوي معناتها نظن اللي ماهيش حاجه كبيره وماهيش حاجه مقلقه بل بالعكس نجم تكون باهيه لل حتى ياسين يخرج فيار حتى ياسين يخرج يقول انا عملت وتمسكت ودرت يخرج فيار صارت مع فرجين ياسين زاد بعد المقابله تاع برافو عليها انا بالعكس انا برافو عليها فما شكون يحكي فما من برا يحكوا بلغتنا صحيح
صحيح. تلقاهم حتى في الدرجة مشكلة في الدرجة التونسية يعني. تبي الدرجة الأحلى. صعيبة شوية. درجة كيما نحن يجتهدوا باش نفهموهم حتى هما يجتهدوا باش يفهمونا زاد. كي يحكي هو وغيره وغيره يحكي ويوليو يفهموا حتى هم. هم مستحيل نفهموهم لكن ولي يحكوا معناتها نحكي السنغاليين يحكوا مع بعضهم. أنا عندي ساعات الريني زوزي يقول لهم قولوا وقفوا ما تحكوش مع بعضكم باللغة نتاعكم. دائما ما عاد شيء. فهمت والله ساعات تلاقالي عندي موريتاني وسنغالي. معناتها قلت لهم شو جايبكم لبعضكم؟ قال لا نحكوا عنا احنا في المنة في الوحدة متاعنا جروب معناتها بلدات بحث بعض نحكوا نجموا نفهموا بعض معناتها لغة أخرى نقولوا وقفوا وقفوا لين نسيتهم حتى الكلمات اللي تعلمتهم نسيتهم صحيح. باش نحكيوا بعد شوية ندخلوا أكثر في الأمور الفنية باش نحكيوا على التشكيلة باش نحكيوا على الملاعبين متاع المنتخب التونسي باش نسمعوا ميدلي ثم نواصلوا في البلاتو متاعنا مع ضيوفنا. كان إكسبرس.